يسعد مساكي نهى وعبد العزيز. مساءنا اليوم مرتبط بالطبيعة كثير، هدير الحمام وأيضا بطبطة البط. يعني احنا اليوم قاعدين في مزرعة في قسم منها، في حنتكلم عن الطيور وأيضا عن الحمام والبط، طبعا مع بدر آل عليان، وهو وصل للعالمية من خلال مشاركاته الدولية. يسعد مساك بداية معنا، يا مساء السعادة والراحة. تفضل تفضل. طبعا مرحبا ومسهلا فيكم. طبعا هذه البدايات كانت بفضل الله وبفضل الوالدين وجهود التشجيع من هيئة الرياضة للحمام الزاجل، والحمد لله أنا اقتنيت جميع الطيور، طيور برية وطيور سباق الحمام الزاجل، ولكن اهتمامي كان في الحمام الزاجل أكثر. طبعا آخر بطولة أخذتها العام، أخذت المركز الأول في نقطة عمان على مستوى الخليج، وتم بيع الطير الى دولة الكويت. جميل. طب خلينا نتكلم، بما اننا احنا الحين في هذا القسم اللي فيه بط وايضا فيه حمام، نبدا بالبط الموجود معانا، ولو المصور بس ياخذ زوم على البط، كيف سواء كان تربيته وكيف تهتم فيه؟ البط اهتميت فيه، جبت لي بط من برا اللي هو البط البري هذا اللي تشوفونه، ودجنته هنا واصبح ينتج عندي هنا وصار والف للمنطقة. طبعا الحين من اشهر البط هذا هو اللي يسمى البط الخضيري، طبعا هذا بط كندي اجنبي من برا، ما هو بط عندنا هنا، والحمد لله تكاثر عندي بشكل طبيعي وصار وليفه الحين، طبعا ياكل من يدي والحمد لله توفقنا توفيق. جميل. طيب كيف تتعامل معاه الحين ما شاء الله حر، وكيف تتعامل معاه في الطقس هذا وتحاول انك مثلا تهتم؟ نهتم فيه طبعا، الان نعطيه الفيتامينات اللي هي فيتامين سي ومجموعه من الفيتامينات عشان يتحمل الطقس، حراره المملكه هنا طبعا الحراره عندنا عاليه جدا، ما هو نفس المناطق اللي كان عايش فيها. طبعا احنا هنا الان نعطيه المضادات ونعطيه الفيتامينات المكمله لتخفيض الحراره. طبعا هذا اكل البط الحين معانا، بس المصور لو بتيجي من هنا عشان المصور يقدر ياخذ لقطه اثناء ما ياكلهم، فما شاء الله كلهم يجتمعوا اثناء تقديم الاكل، وفي نفس الوقت ما يعني ما يتقبل الاكل من اي احد، لازم هو بنفسه هو اللي يعطيهم اكلهم المناسب. بدر خلينا نتكلم طيب عن كم الساعات مثلا اللي يتم فيها العنايه بالبط اليوم؟ والله في اليوم يكون العناية دائما الآن في فصل الصيف تكون يكون الجو الفجر أجي عندهم أو العصر على البرد. جميل. طبعا أشوف أنسق بالإنتاج الحين، هذا وقت التبييض الحين البري، طبعا هناك تشوفون إنتاج فيه، وفي هنا تفريخ بعد عندي. جميل. خلينا نروح للحمام ونشوف ايش الوضع مع الحمام. طبعا هذه الحمامة حصلت سميتها بنت المملكة، سبب تسميتك لها باسم بنت المملكة؟ حبي للمملكة، طبعا هذا حبي للمملكة، سميها بنت المملكة، وهي طبعا فازت هذه. خلينا بس كذا عشان الكاميرا. طبعا هذه الحمامة فازت في عمان، قاطعة بحر 335 كيلو بحر، وسميتها بنت المملكة لفوزها للمملكة. من افضل الطيور السلالات اللي عندي تكون، طبعا اخوان لها خمسة اخوان اول عندي هذه الطيره. كيف يتم العنايه فيها؟ طبعا العنايه تطعيم يكون لهم في الصيف، وتتحجل من عمر 4 ايام بالرقم هذا، وهذا الكمبيوتر اللي فيها معلومات الطير، هذا معلومات الكمبيوتر اللي يكون فيها معلوماتها وتسجيلها للسباق. يعني لك بنت المملكة هذه، وكيف يعني مشاعرك اتجاهها، خاصة انها ما شاء الله مثلت المملكة وسميتها باسم المملكة؟ طبعا تم بيع عيال كثير منها، والسنة هذه وديت انتاج منها نفس النقطة اللي سابقت الام، طبعا هاي تعني لي الشيء الكثير في المحل هذا، يعني هذه الحب الاول، طبعا فيها مواصفات وحبي للحمام، هذه من افخم الحمام اللي انا احبهم يعني. خلاص خلينا نرجعها. وفي بعد في نوع ثاني هذه بالضبط ايش اسمها؟ والله لونها جميل. ايه هذا اسمه جوجل، هذا جوجل مسميه جوجل لانه 10 مرات جاي من سكاك الجوف وعرعر الجوف، ما شاء الله 1000 كيلو. طبعا هذا الطير له مواصفات المسافات الطويله، طبعا هذا الطير انا مقتنيه مشتريه من احد الاخوان بطل المملكه اسمه سماح الخالدي،
شريت هذا الطير لعدة مرورة في 1000 كيلو. جميل. طب أنت كيف دربته إنه يروح ويرجع؟ هذا طبعا يتدرب من عمر 6 شهور إلى 7 شهور بالبداية أول التحجيل، إلين طبعا سباقات الطويلة يكمل لازم يكون عمر الحمامة من عمر 2 سنين عشان يكون عندها تحمل المسافات الطويلة. أجواء المملكة تكون دائما شوي حارة، فتحتاج إن الحمام يكون عمره كبير. جميل. وش الخطة القادمة بالنسبة لحد دربها على مواقع ثانية رحلات أخرى؟ الخطة القادمة إن شاء الله حين إحنا نشارك في النقاط الخارجية، والتدريب يكون عن طريقهم في الخارج، إحنا نرسل الحمام لهم عن طريق الشحن وهم يهتمون فيه. الخطط الجاية نطمح إن تكون عندنا سباقات بعد أكثر من 1000 كيلو، نطمح إن تكون 1100 1150 1200 كيلو، وتكون الأجواء مناسبة للسباق. طب كلمة أخيرة خليني أسألك، إنه نصيحتك لمربي الحمام أو الطيور بصفة؟ أنا أنصح المربين الآن أنهم يهتمون في خاصة في ذا أغسطس أنهم يهتمون في الفيتامينات، خاصة فيتامين سي والمضادات الحيوية عشان الحمام يقدر يتحمل الجو اللي احنا نمر فيه الآن. الله يعطيك العافية، كل الشكر لك. إذا بكذا انتهت تغطيتي، طبعا أنا ما أسمع زملائي في الاستوديو لأنه ظاهر الشبكة، فانتهت تغطيتي، وخليني أقول دائما الماء والخضرة والتغطية الحسنة، إن شاء الله أنها جازت لكم التغطية.